جدا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء ومن سينما ميغانا. متابعينا الكرام، تقريبا في اخر حصه لفيلم قلب ست سعود واللي انتهى في هاد اللحظات، يعني انتهاء ديال الفيلم. اكيد دائما متابعينا الكرام ما ذكرنا انه الفيلم يعني اللي فيلم عائلي بامتياز، فيلم اللي كوميدي، فيلم اللي يعني فيه كل من النجوم اكيد متابعينا الكرام من الكبار، يعني مثال سي الجم، يعني لالنزهه اكيد، كذلك سي عاجل الكوميدي عطير، يعني العديد من الفنانين الكوميديين متابعينا الكرام والسينمائيين اللي كيعجبك دائما. اللي قلته انا مرارا وتكرارا هو ان الفيلم عائلي ورائع وبامتياز، يعني فيلم اللي تقدر انك تشاهدو انت والعائله ديالك. كذلك كبار وصغار متابعينا الكرام والعديد من الشباب اللي ساقينا لكم الاراء ديالهم حول هاد الفيلم متابعينا الكرام من سينماتي باتي وميغاراما بمدينة الدار البيضاء. أكيد كانوا كذلك العديد من الزيارات اليوم للسينما تي ميغاراما وباتي، وكنهضروا على سينما باتي واللي حضر ليها اليوم الفيلم الفنان حاتم عمور، وكان أكيد متابعينا الكرام كنشاهد الفيلم، يعني كذلك العديد من النجوم يحلون بسينما ميغاراما، وكذلك يعني حتى نجوم الفيلم يعني مرة كيجيو سينما ميغاراما باش يتلاقاو مع الجمهور وياخذوا رايهم في الفيلم واللقطات المضحكه. شفنا كذلك كانت رحله نحو مكناس، فاس، الرباط، هذه كلهم بلايص اللي مشاو لهم نجوم الفيلم من اجل يعني مشاهده الفيلم من قرب ومع الجماهير. اكيد إذن متابعينا الكرام إلى هنا غنختم معكم هذا المباشر إن شاء الله إلى مباشر آخر لاحق. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. قبل ما نخشوا متابعينا الكرام وانتم كتشوفوا يعني اجواء عائليه، عائلات بامتياز جو باش يحضروا الفيلم ويشاهدوه. كل متابعينا الكرام كيف ما سبق لي وشرت انه هادشي ما كناش كنشوفوه يعني قليل. اذا متابعينا الكرام الى هنا نختم معكم هذا المباشر الى مباشر اخر لاحق ان شاء الله. الى اللقاء.